السلام عليكم. الحكومة الألمانية وبشكل مفاجئ اليوم صباحا الساعة 6:56 دقيقة بتعلن ترحيل 28 شخص إلى أفغانستان. حاليا عم نشوف أن الحكومة بخصوص عمليات الترحيل عم توفي بوعدها تدريجيا، وهذا الشيء رح يساعدها كثير بالانتخابات وكمان بتقوية شعبيتها. اليوم الساعة 7:04 صباحا بيطلع المتحدث باسم الحكومة الألمانية وبيقول انه رحلنا 28 شخص افغان الجنسية من مرتكبي الجرائم في ألمانيا، تم نقلهم من مطار لايبسك مباشرة الى مطار كابول بالعاصمة الافغانية. هاي عملية الترحيل هي اول عملية ترحيل منذ انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من افغانستان. طبعا تفاصيل هذه العملية الكاملة راح نشرحها بهذا الفيديو. أولا بعتذر منكم لأنه تأخرنا بتسجيل هذا الفيديو، كان في عندي ظروف حاليا وظروف عمل وإلى آخره اليوم، وبتحضير سري. يعني بنشوف أنه عمليات الترحيل بتكون الإعلان عنها بعد ما العملية بتخلص، تحضيرها كان سري. وزارة الداخلية الألمانية وعلى مدى 3 أو 4 أشهر اللي راحت اللي فاتت يعني كانت على يقين او كانت على ثقه انه راح يوصلوا لاتفاقيات للترحيل. الاخبار المتداوله كانت اتفاق مع جيران سوريا وافغانستان، ولكن عم نشوف الشيء المفاجئ بالامر انه هناك في ترحيل مباشره الى مطار كابول في افغانستان وعبر الخطوط الجويه القطريه. يعني هذا شو بدل؟ بدل انه في وساطه او كان في دور لدوله قطر بربط المانيا مع افغانستان بخصوص عمليات الترحيل وبشكل غير مباشر. يعني ألمانيا ما بدها تكون لها صلة أو تواصل مع طالبان في أفغانستان، فطلبت يعني هي تحليلي طلبت التعاون مع دول الصديقة والشريكة مثل قطر، طلبت التعاون وكان لقطر دور إيجابي في نقل هؤلاء الأشخاص. طبعا 28 شخصا من مرتكبي الجرائم والمغتصبين ايضا، يعني عندهم كذا جريمه في المانيا وزاروا مراكز الشرطه الالمانيه مره ومرتين وثلاثه وخمسه وعشره، يعني كان لابد من التخلص منهم. وكمان في عندنا معلومات اخرى، تم تسليمهم 1000 يورو، يعني 1000 يورو نقدي كاش باليد قبل مغادره المانيا او في الطائره. تم تسليمهم كل واحد 1000 يورو، يعني 28 شخص 28000 يورو. يعني تصور ارتكبت جرائم في ألمانيا، قطعوا لك تذكرة طيران معزز مكرم لدولتك وبعدين أعطوك 1000 يورو تروح تبدأ مشروع في أفغانستان. كمان كان في طبيب مرافق ل 28 شخص اللي تم ترحيلهم، يعني تحسبا لأي شيء طارئ على متن الطائرة أو بعد هبوط الطائرة كان في طبيب ألماني معهم عبر الخطوط الجوية القطرية. هاي العملية كانت بإشراف كامل من قبل وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، التحضير نقلهم من السجون إلى المطار وتكاليف وأيضا التواصل مع الطيران، يعني كان كله تحت إشراف وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا. هؤلاء الأشخاص ما كانوا من مقاطعة واحدة أو مدينة واحدة في ألمانيا، من عدة مقاطعات مثل شمال الراين، غاينلاند بفالس، بادن فورتمبرغ، بايرن، زاكسن، نيدا زاكسن، زاكسن الهالت، برلين، مكلنبورغ فوربومن وتورينغن. يعني تقريبا من كافة المقاطعات في ألمانيا تم جمع هؤلاء 28 شخص. بنفس الوقت هؤلاء الأشخاص محكومين عليهم سنة سنتين خمسة عشرة مؤبد، كانوا محكومين في ألمانيا وليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا. طبعا هؤلاء الأشخاص من غير الوارد أنه يجوا إلى ألمانيا سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، لأنه هن محكومين في ألمانيا وغير مرغوبين بهم في ألمانيا. طبعا هذا الشيء بيمثل كنوع من إشارة، كنوع يعني من إعطاء ضوء للأشخاص مرتكبي جرائم في ألمانيا شو ما كانت جنسيتك، سوريا، أفغانستان، فلسطين، مغرب، جزائر، فرنسا، أمريكا، الجنسية ما بتختلف، الحكومة فيها ترحلك حتى ولو بدون وجود علاقات مع دولة المنشأ. إذا الحكومة أرادت فممكن ترحلك. طبعا هذا الخبر كان له نصيب كبير على وسائل الإعلام في ألمانيا، الصحف والجرائد، لأنه لأول مرة منذ 3 سنين
عم نشوف ترحيل إلى أفغانستان، وهذا الشيء ممكن يقوي مثل ما ذكرنا دور الحكومة مستقبلا. يوم السبت 31/8/2024 يوم مهم جدا بالنسبة للأجانب واللاجئين والمهاجرين في ألمانيا. يوم الجمعة الفائت شفنا الشيء اللي صار بمدينة زولينغن، شخص من الجنسية السورية من مدينة ديرزور قام بطعن أشخاص ثانيين، قتل 3 أشخاص وجرح 8 أشخاص. طبعا قبلها أعلن انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية أو ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال تسجيل فيديو. هذا الشخص تم القبض عليه بعد 24 ساعة من هذه الحادثة المؤلمة. الآن وبعد مرور تقريبا أسبوع من هذه الحادثة، هناك دعوات من قبل نشطاء سوريين وغير سوريين على وسائل التواصل الاجتماعي لحضور وقفة تضامنية مع عوائل الضحايا أو مع الشعب الألماني بشكل عام، وليسمعوا صوت اللاجئين والأجانب ويقولوا نحن كمان ضد هذا الشيء اللي صار. فالدعوة هي على شكل التالي: يوم السبت، بكرة السبت 31/8/2024 الساعة 3 مساء، يعني بعد منتصف الظهر 3 عصرا، تجمع ووقفة تضامنية مع عوائل الضحايا. هاي الدعوة هي مرخصة وبحماية الشرطة. تبدأ الوقفة من الساعة 3 مساء. قبل هذا التوقيت إذا أجيت ما حدا راح يكون مسؤول عنك، ما في حماية لك. شخص حاول يضايقك أو حاول أنه يعطي أذى لك أو يضرك، فالشرطة بتكون غير مسؤولة عنك، أو الشرطة ما بتحميك بالمعنى الأصح إلا الساعة 3 عصرا. بعد هاي الساعة لمدة 2 أو 3 أو 4 راح تكون يعني المجموعة الكامل من الأشخاص محميين من قبل الشرطة، لأنه هاي الدعوة مرخصة. ففي كذا شغلة لازم ننبه عليهم. اللباس، أنت جاي لمكان حزن عم تتضامن مع مجموعة تانية، مع حزب تاني، مع شعب تاني، فينا نقول لباسك لازم يكون يعني متناسب مع الموقف اللي أنت حاضر مشان. لباس فينا نقول لباس حزن. الأعلام، غير علم ألمانيا ما لازم نرفع أي علم تاني. هذا بخصوص كمان الأشخاص اللي نظموا هاي الوقفة. غير علم ألمانيا ما فينا نرفع علم تاني، أو ما بصير نرفع علم تاني، مشان نحن عم نحاول أنه نكون إيد واحدة كألمان أجانب ولاجئين، ويكون يعني موقف حلو ووقفة حلوة وراقية. فغير علم ألمانيا ما نرفع أعلام تانية. مثل ما قلنا كمان العبارات، يعني شو بدكم ترفعوا اللافتات والعبارات سواء كانت صغيرة كبيرة أو على شكل لافتات على شكل أعلام هيك، من يعني عصا من يمين وعصا من يسار. كمان في الواحد يساوي ويكتب شيء حلو، شيء تضامني ضد الكراهية ضد العنف، فهذا الشيء كمان مهم جدا. أيضا نقطة مهمة جدا، إذا بتصير أحداث محزنة في ألمانيا، أحداث حوادث دهس طعن وبيروح ضحيتها أشخاص، فالعرف والتقاليد في ألمانيا هي أنه يشعلوا الشموع في مكان الحادثة وكمان باقات الورد. فالشخص فيه يشتري باقة أو باقتين 3 حسب أنت واستطاعتك، ويشيل هاي الباقة ويحطها في مكان الحادثة تعبيرا عن تضامنه. طبعا ما في داعي للأشياء الأخرى، يعني صراخ أو أشياء غير لازمة أو أشياء يعني ما هو مكانه، ما في داعي له أبدا. نطلع بمظهر حلو، وكمان الإعلام الألماني يعني لمح أو أشاد بوقفة السوريين أو موقف السوريين وحزنهم وتضامنهم مع الشعب الألماني. فكمان نحن نطلع منقول نحن كمان ضد هذا الشيء اللي صار، من خلال وقفة حلوة نظيفة خفيفة تعبر عن رأينا. الساحة الرئيسية في مدينة زولينغن، المكان اللي صار فيه الحادث، الساحة الرئيسية الساعة 3 عصرا يوم السبت 31/8/2024. هاي الوقفة مهمة جدا، هاي الوقفة تضامنية مهمة جدا، لأنه كمان في عنا انتخابات ب3 مقاطعات شرقية بالشهر 9، وحقيقة حزب البديل يعني عم يرتفع أصواته وعم يرتفع شعبيته. فإذا بدكم أنه الحزب البديل ينزل شعبيته وينزل أصواته،
لازم الكل يشارك بهاي الوقفة، وأهم شيء نطلع بمظهر لائق بدون مشاكل بدون أي تقصير. أصدقائي أنا هيك بكون انتهيت من الفيديو، وكمان يعني هذا الخبر خبر وقفة تضامنية ما جبته من صحافة ألمانية أو من موقع ألماني أو من قناة ألمانية، فقط تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء السوريين والغير سوريين، ونحن كمان بما أننا ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فحبيت أنقل الخبر لألكم، ممكن تشاركوا من كافة المدن. بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم بفيديو آخر والسلام عليكم.